الهدف من المثال ده ان احنا عايزين نعرف ازاي نستخدم اكسل سولفر في حل شبكه مكونه من 3 لوبس. ففي البدايه خالص بنحدد ال 3 لوبس وبنكتب البايبس المختلفه اللي موجوده في كل لوب وبنحسب لهم الفاليو بتاعه الكي اللي هي الكوندكتيفيتي، وهنلاحظ طبعا ان في بايبس هتكون مكرره في ايه في اكثر من لوب. فدي اول خطوه. الخطوه الثانيه بنفرض values للديسشارج في كل بايب على اعتبار ومع اعتبار ان الكونتينيوتي كويشن تكون متحققه في كل نود من النودز. فدي الفاليوز بتاعت الكيو اللي احنا فرضناها، وناخد بالنا من اتجاهات والاشارات بتاعت الفاليو بتاعت الديسشارج حسب اتجاه الكوب وايز بتاع المفروض. بعد كده لكل فاليو للكيو بنحسب الفاليو بتاعت الهيد لوسز، وبعدين لكل لوب بنحسب السميشن بتاع الهيد لوس. فعندنا سميشن اوف هيد لوس في 3 لوبس. طبعا واضح ان الفاليوز المفروضه للديسشارج مش سليمه، لانها لو كانت سليمه كنا هنلاقي الهيد لوس السميشن بتاعته بتساوي صفر لكل لوب من لوبس على حده. فبالتالي يبقى احنا محتاجين نعمل تصحيح للكيو المفروضه اللي احنا فرضناها. ازاي هنعمل التصحيح؟ هنعمل التصحيح ده كالاتي: بما ان احنا عندنا 3 لوبس، فبالتالي يبقى احنا هيكون عندنا 3 تصحيحات، دلتا كيو 1، دلتا كيو 2، ودلتا كيو 3. فبنروح على كولوم جديد ونكتب كيو نيو. فالكيو نيو هي عباره عن الكيو اول زائد التصحيح اللي جاي من اللوب بتاعتنا. الكلام ده سليم لكل البايبس ما عدا البايبس المشتركه. فمثال مثلا بايب رقم 3 التي تنتمي للوب رقم 1 مثلا، ادي بايب رقم 3 تنتمي للوب رقم 1. البايب دي الديسشارج بتاعتها الجديده هي الديسشارج القديمه الكيو اول زائد التصحيح اللي جاي من اللوب رقم 1 اللي اسمه دلتا كيو 1 ناقص التصحيح اللي جاي من اللوب رقم 2 اللي اسمه دلتا كيو 2. وهكذا هنعمل نفس الكلام بالنسبه للبايب المشتركه رقم 2 والبايب المشتركه رقم 5. بعد ما حددنا الفاليوز بتاعت الكيو نيو هنحسب لهم الهيد لوست لكل بايب على حده، ونحسب السميشن بتاع الهيد لوست لكل لوب على حده. دلوقتي عايزين نحدد الفاليوز بتاع دلتا كيو. عشان نحددها محتاجين ان احنا نستخدم معادله، نستخدم السولفر. ازاي هنستخدم السولفر في الحاله زي دي؟ بنستخدم سولفر كالاتي: بنروح نحدد الاول تارجت فانكشن. التارجت فانكشن دي هي عباره عن السميشن بتاع الهيد لوسز لكل لوب سكويرد. عشان نحدد تارجت فانكشن واحده، لان اكسل سولفر محتاج يكون عندنا تارجت فانكشن واحده. بعد كده اهو انا هستخدم دلوقتي الاكسل سولفر. ما هي التارجت فانكشن بتاعتي اللي هي الفانكشن الجديده دي؟ انا عايز اعمل فيها ايه؟ عايز اخليها بتساوي صفر بتغيير مين بقى؟ بتغيير الدلتا كيو 1 والدلتا كيو 2 والدلتا كيو 3. فاقول له سولف كده وصلنا للحل. شكرا.